لما بتطلع على الشام وبشوف الناس اللي راكضين على شغلهم موطين روسيهم وساكتين، والناس اللي راجعين على بيوتهم حاملين خضرة وخبز ولحمة، ولما بشوف الناس اللي قاعدين قبال التلفزيون وعم يتفرجوا بحس وبفهم ليش صاد الله والنوس كتب مسرحيته الفيل يا ملك الزمان. 17 سنة وعشر سنين وخمس سنين شباب سينما بأول أعمارهم بفوتوا على السجون بدون ذنب بدون محاكمة بدون سبب. بتسأل بيني وبين حالي ليش؟ ليش؟ شو الهدف إنك تحبس عشرات الآلاف من الناس؟ أبوكي؟ واحد قال لك لا بس أنا ما متفق معك بالرأي، أنا إلي رأي آخر. تحبسوا 10 سنين 15 سنة ليش؟ ليش ليش؟ ليش؟ ما عاد فينا. زينب بتعرفي كل مرة بشوف فيها الشام بشوفك فاتحة ايديك هيك بكفي ما عاد فينا وماسكي كندرتك البيضة بايديكي وعم بتحومي على البحر. ما عاد فينا يا زلمة مثل نورس. وقف هالفيلم. نورس بده يطير. بكفي بكفي لو